وبهذا الشأن أرحب بضيفي من هولندا السيد يوسف شريفي، ناشط في مجال حقوق الإنسان. سيد يوسف، مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا فيك وأهلا بمشاهدينك الكرام. شكرا، أهلا بك. بداية، هذا التحقيق يأتي بعد حوالي 5 شهور من الاشتباكات العنيفة في المنطقة العازلة، يعني ألم يعد التحقيق متأخرا؟ لماذا لم يصدر في وقت سابق؟ نعم، بكل تأكيد نحن نعاني كل المعاناة، خصوصا الذين لهم مجال في حقوق الإنسان ويتابعون سجلات حقوق الإنسان في سوريا خصوصا. نرى أنه هناك بسبب الحرب وعدم وجود منطقة آمنة يستطيع المؤسسات الدخول في هاي الأماكن حتى يوثقون هاي ما يجري على الأرض، فيتم تأخير هذه الأرقام وهذه السجلات وهذه الضحايا اليومية تحدث هناك في على أرض سوريا. نحن نعرف أنه من 2 قبل 6 أشهر ليوم أنا هذا هناك يومية قصف في هذه المناطق، خصوصا في إدلب وقرى المجاورة ومناطق الأخرى، قصف مكثف من قبل النظام والميليشيات التابعة لهذا النظام. فكيف يمكن أنه بهذه المناطق الغير آمنة أنه يدخل الناس من خارج سوريا، أو حتى منظمات حقوق الإنسان اللي حتى المرصد السوري يستطيع أن يوثق هذه كل ما يجري؟ فبالتالي النظام يعرف جيدا ماذا يفعل حتى يجعل المنطقة غير آمنة لكي يفعل بما يشاء. نعم أكمل. نعم، فإن احنا قلت سابقا أنه مع وجود دولة قوية كتركيا في المنطقة وقادرة أنه أيضا تستعمل تجعل مناطق آمنة، أيضا هي لا تفعل هذه الأمور لأجل معاربها السياسية مع كل الأسف. وحتى إيران الذي تدعم بشار الأسد أيضا عندها إيدولوجيتها الخاصة وإذها معاربها الخاصة، روسيا وكذلك. طيب، بالحديث عن الأطراف الداعمة لسوريا هنا، هل من الممكن أن تؤدي نتائج هذا التقرير إلى الضغط على هذه الدول، يعني كروسيا وتركيا وإيران، لإيقاف هذه الحرب ووضع حدا لمعاناة السوريين؟ نعم، هذه الأرقام وهذه الضغوطات بإمكانها تحط حد لإيران ولتركيا وحتى روسيا. نعرف هناك روسيا دولة عظمى ولها أجندتها ولها قدرتها وحتى لها حق الفيتو في الأمم المتحدة، لكن عندما ترسل هذه الأرقام وهذه الوثائق إلى المحكمة العدل والمحكمات الخاصة اللي تابع أمور اللاجئين أو الإنسانية، فبكل تأكيد ستؤثر تأثير على هذه الدول نوعا ما تجعل حتى نظام بشار الأسد يعني تراجع من قصف اليومي على هذه المناطق. بما أنه نعرف أنه نظام بشار الأسد لا يعترف بوقف الإطلاق النار، وكل مرة عندما هناك تفاوض لوقف إطلاق النار يتم يقوم بشار الأسد بخرق هذا الاتفاق ويعمل بقصف، ويتهم الميليشيات الأخرى، يعني ميليشيات لا لها أي اتجاه، ما نعرف أي ميليشيات اللي اتهمها، إنما ميليشيات هي لتابعة بشار الأسد. فهناك مزيد سيكون هناك مزيد من النازحين سيزحفون إلى وين؟ إلى تركيا وإلى مناطق، يعني إلى دول الجوار. نعم، نعرف أنه هناك الناس لا تستطيع، يعني مناطق شمال سوريا، فوين يجون؟ يجون إلى تركيا. تركيا تستعمل الضغط على أوروبا بالتالي في آخر المطاف. طيب، بالحديث عن النازحين سيد يوسف، يعني أنتم كناشط في مجال حقوق الإنسان، ألا ترى أن معظم المنظمات الأممية والمهتمة بحقوق الإنسان لا تقوم بمسؤولياتها كما يجب وليس لها أي دور فعال؟ نعم، المنظمات حقوق الإنسان هي بمثابة توثيق ومطالبة للجهات الرسمية، يعني الجهات اللي هي يعني لها صدى مثل الأمم المتحدة والدول الموجودة مثل أوروبا خصوصا أو البرلمان الأوروبي، العفو الدولية.
هذه المنظمات لأنه تعرف مثل ما حضرتك تعرفين أنه تحت إشراف دول، والدول الآن هي يعني لها حرب سياسية بالواقع، فيتم على الشعب السوري العزل. منظمات حقوق الإنسان مجرد مطالب تطالب هذه الدول لكف عن هذه السياسات. يعني الآن دليل على دليل ذلك أردوغان قبل شهر أو أقل هدد أوروبا مرة أخرى أنه سيتم يفتح حدود تركيا إلى أوروبا فيستعملها ورقة للضغط. ماذا بإمكانهم تفعل منظمات حقوق الإنسان طالما هناك دولة هناك سياسات، أو حتى منظمات التركية منظمات حقوق الإنسان تركية مع الأسف لا تستطيع تتكلم. لماذا؟ لأنه راح تتعرض إلى إذا ضغوطات من قبل دولة تركيا. نحن في أوروبا نعرف أوروبا الآن نحاول من خلال رسائل من خلال مطالبات أنه الدول الأوروبية أيضا أنه تستقبل اللاجئين قدر الإمكان. الآن نحن عندنا أخبار عنه رئيس وزير الداخلية الألمانية قال أنه نستقبل اللاجئين الذين يوصلون إلى إيطاليا وليس يونان. إيطاليا في يعني اللي تم إنقاذهم من الموت، لكن ماذا يفعلون مع اليونان؟ يونان وصلت هناك الفكرة صراحة. لم يتبقى الكثير من الوقت، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من تفاصيل. ضيفي من هولندا السيد يوسف شريفي ناشط في مجال حقوق الإنسان.